المؤدية إلى ألم البطن الحاد واللي يحتاج إلى إجراء عملية جراحية بشكل فوري. الله يشافي الجميع إن شاء الله، والحمد لله السلامة لكل اللي تعدى هذه العملية. مشاهدينا، تتعرض الزائدة الدودية للإصابة بالالتهاب للعديد من الأسباب والمؤثرات. شو هي الأسباب وكيف يمكن تداركها؟ هذا اللي راح نتكلم فيه مع ضيفنا الكريم الدكتور علاء العجيل، استشاري الجراحة العامة. صبح عليك بالخير دكتور. صباح الخير. أهلا مرحبا فيك. هو موضوع مهم بصراحة، أنك عانيت منه. عانيت منه تصدق دكتور في أول حلقة من حلقات صباح الدار اللي قدمت فيها. أول حلقة ما قدرت أقدمها بسبب دودة زايدة، لكن الحمد لله افتكيت منها وراحت. في تقرير دكتور بنشوفه الحين عن هذه المشكلة، بنشوفه مع مشاهدينا وبنستكمل حوارنا وياك. شكرا. إن شاء الله. من كم يوم قاعد بالبيت حسيت بألم في بطني كلياته، فقلت لحتى اجي شوف الطبيب. بنفس اليوم بالليل تركز الالم كلياته على جهه عند الخاصره على اليمين تحت. فاجيت لعند الدكتور قال لي بدنا نطلب منك الفحوصات اللازمه، فعملناها كلياتها. بعد الفحوصات بين معنا انه في عندي التهاب بالزائده الدوديه، فنصحني الطبيب على اني اعمل العمليه، وانا اخذت بنصيحه الطبيب مشان اعمل العمليه. فعملت العمليه بنفس اليوم، كانت جدا العمليه بسيطه. بعد العملية بكم ساعة طلعت على البيت، أعطاني بس حبوب مسكن ألم لمدة يومين، وهلا راجعت الطبيب قال لي أمورك كلياتها تمام. رجعنا معاكم من جديد مشاهدينا ومع ضيفنا الدكتور علاء العجيل استشاري الجراحة العامة، والحديث أكثر عن الزائدة الدودية أو مثل ما هو متداول عندنا الدودة الزائدة نحن نقول. طيب دكتور، إذا بنتكلم عن بشكل بداية عن وظيفة الزائدة الدودية بالإنسان، يعني تقريبا ما عندها وظيفة أو لحد الآن ما نعرف أي وظيفة عنها، بس بالمخلوقات الأخرى لها دخل بهضم بالحيوانات كفرض هضم السيلولوز وإرجاع المواد الغذائية إلى الأمعاء لامتصاص المواد اللي يأخذها الحيوان من الغذاء. نعم. بس بالإنسان ما لها أي وظيفة. وظيفة في لحد الآن ما نعرف. غير أنها تسوي التهاب وتسوي آلام حادة. تسوي التهاب وتسوي. والالتهاب شو سبب إنزين؟ التهاب هو نوعين، مرات يكون بسبب فضلات صلبة تسدها القناة. هي القناة تقريبا الطول مالها بين سنتيمترين إلى 4 سنتيمترات، فانسداد القناة يؤدي إلى تورمها، والبكتيريا الموجودة عادة تبدي تتكاثر وتعمل الالتهاب. النوع الآخر هو لا التهاب، يكون هذا الالتهاب له عدة أسباب. مرات يكون التهاب بسبب تورم بعض الغدد اللمفاوية الموجودة. هي الفكرة بأن هالأنبوبة هذه لما تنسد تبدي هالأمور وتعمل المشكلة التهاب الزائدة. نادرا ما يكون أو سببها أسباب احتمال في سبب مثلا ورم في بداية القولون ليسد الزائدة ويعمل الالتهاب. نعم. طيب دكتور، إذا بنتكلم عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الالتهاب، وأيضا هل هناك سن مثلا مجمل الحالات كانت ما بين هذا السن؟ هي ممكن أن تصيب أي سن، بس عادة هي بين 15 إلى 25 سنة. نعم. تصيب الأولاد، تصيب البنات، مرات فيها صعوبات بالنسبة للبنت إذا لها علاقة بالدورة أو آلام الحيض. نعم. بس وبالنسبة عفوا محمد، بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، هو الأشخاص تعتمد على العمر، ما إلى علاقة الأكل، ما إلى علاقة الجنس، ولو ممكن مثل ما قلت لك يعني بالبنت نفكر أكثر احتمال ويجب أن نتأكد لما يصير العمر بالثلاثين تكون أكثر بالأولاد من البنات. ما أدري اللي يطرح نفسه هذا السؤال، اللي هي الدودة الزائدة، هي دودة دكتور تتحرك يعني؟
هي انا هذا السؤال يعني احنا نشوف ونسمع. اي هو اعطى هذا الاسم. ليش تضحكين يا سلمان؟ يعني انت ما خطر ببالك هذا السؤال؟ تتحرك مثلا الدوده هاي دكتور؟ يعني انت نفس العلوم اثر فيك. هي على شكل انبوبه صغيره تقريبا الطول مالتها مثل ما قلت لك 2 الى 4 سنتيمتر. هي في بدايه القولون قريبه على اتصال مع الدقيقه بالامعاء الغليظه. هي السبب وجودها هو سبب تكوين يعني الجسم من اجنه الى ما يكمل الجنين الى ما يصير طفل. فهي هذه هي موجوده. يعني كل انسان عنده الدوده الزائده هذه، ولكن وقت التهابها تطلع وتسبب الام حاده فيضطر الدكتور انه يشيلها. نعم. طيب دكتور، متى نقدر احنا نلجأ للجراحه؟ يعني هل هناك في حالات ممكن قد تعالج بالعلاجات البعيده عن الجراحه، ام ان في حاله الالتهاب يفضل دائما الجراحه؟ النصيحه الطبيه هي دائما الجراحه. بس اذا ناخذ فرضيه بان شخص في الصحراء او في القطب الشمالي مثلا وما موجود بذاك الوقت، اذا نفترض طبعا، لان هي الزائده هي فيها اعراض سريريه وفيها تحاليل طبيه وفي بعض الاحيان نعمل اشعه واشعه مقطعيه، بس اذا ناخذ هذا السيناريو بين الشخص بعيد فيكون بهي الحاله ما عندنا حل غير بس نعطي الانتيبايوتيك. الانتيبايوتيك المضاد الحيوي الاحتمال بين اكثر من 50% في هذه الحالات بين نسيطر على المرض. بس ما اريد اعطي رساله للمشاهدين بين العلاج انتباهاتك، لان مشاكلها اذا الانتباهاتك ما يسيطر على الحاله ممكن تكون بشكل خراج، ممكن تعمل تسمم. وبالنسبه للسيدات او الانسات الالتهابات بالحوض ممكن ياثر مستقبلا على الحمل او وضع المرأة في المستقبل. طيب دكتور، في مجال انها ترجع مرة ثانية بعد اجراء العملية الجراحية؟ هل معرض هذا الشخص انها ترجع له مرة ثانية ام هي مرة واحدة وخلاص؟ هي مرة، هو الزائدة الدودية هي واحدة بالجسم، عند ازالتها ما في مجال بان ما في زائدة دودية، فما في مجال ترجع، ما في شيء. طيب بشكل عام دكتور، اذا بنقدر نختم هذه المقابلة بمجموعة من النصائح اللي تحب تقدمها للمشاهدين بكيفية الحفاظ على صحتهم وان هم يبتعدون عن الامور اللي قد تضر بصحتهم وتسبب لهم الاصابة بالزائدة الدودية. النصائح اللي اقولها بان اي واحد من عندنا إذا يصير عنده ألم بالبطن، ومو قضية بأن طالع ماكل بمطعم وجعتها بطنه 5 دقائق وراحت، لأن المرض يستمر. صح. يعني مو مال حاجة والله أكلت وجعتني بطني أروح للطبيب رأسا أشوف الموضوع، لا، إذا في ألم مستمر لعدة ساعات، هي عادة ما يكتب بكتاب الطب بأن الوجع يبدي ما حول السرة ثم ينتقل إلى الجهة اليمنى السفلى من البطن. أي وجع في البطن ممكن أن يكون التهاب زائدة دودية. فالنصيحة بأن واحد يروح للطبيب للاستشارة، بالاستشارة إذا في شك بذاك الحالة ممكن أن يعمل السونار أو الأشعة المقطعية مع تحاليل الدم حتى يتوصل، لأن المشاهدين والناس يعتبرون الزائدة الدودية موضوع جدا بسيط. لا، هو موضوع في بعض الحالات لتشخيصه جدا جدا معقد. والعملية الزائدة الدودية هي عمل شيئين، في جراح يرفع الزائدة ويعطي العلاج، وفي شيء ثاني بأن الجسم يطيب. في بعض الحالات تشوفين تنعمل الزائده بس يصير التهاب بسبب الجرثومات الموجوده مع الالم بين اعطينا الانتيبايوتيك. الشيء الاخر اللي اريد اقوله بان الجراحه تغيرت كثير قبل، بدل ما نفتح
الزائدة 3-4 سنتيمترات أو 5 سنتيمترات، وبعدها إذا الزائدة ملتهبة ممكن راح يعمل لنا التهاب بالجرح، المريض يبقى عدة أيام بالمستشفى. هسه بالمنظار يعني في بعض الأحيان أنا أدز المريض للبيت في نفس اليوم، الجرح هو سنتيمتر واثنين بشكل 5 مليمتر، فالشفاء سريع، التكنولوجيا موجودة، الإمكانيات تحسنت كثير. بس يبقى أظل أقول بأن الزائدة هي ليس مثل ما واحد يتوقعها، في بعض الأحيان جدا جدا صعبة، ممكن يروح للطبيب يعالجه لأن الأعراض كلها تبين مثلا تسمم بالأكل ويعالجه، بس هي بالحقيقة الزائدة أعراضها مثل تسمم بالأكل. هي صعب يكون تشخيصها دكتور يعني، وحتى بعد العملية يمكن المريض يواجه صعوبة حتى لو لجأوا إلى المنظار، لأن التشخيص مثل ما قلت أنت صعب. يعني عن نفسي أنا 3 مستشفيات ما كانوا عارفين إلا آخر مستشفى قالنا شاك إنها التهاب زائدة دودية وخلنا نشيك. فمثل ما قلت بعد الأشعة اكتشفوا أنها زائدة دودية. نعم. طيب ما بعد العملية في أعراض، في أعراض انتفاخ البطن وأعراض الالتهاب اللي هي التهاب الجرح حتى يطيب، لأن هي 3 فتحات على ما أظن. نعم. فتحات المنظار. الالتهاب بالجرح أقدر أعتبره يعني نادرا ما يصير، يمكن 1%. الانتفاخ بالبطن هذا الشيء مؤقت، لأن احنا نخلي ثاني أكسيد الكربون بالبطن حتى نشوف، والتكنولوجيا والخبرة والتدريب غيرت أشياء كثيرة. قبل كان المريض ممكن يبقى 5 أيام بالمستشفى وإذا صار عند التهابات، هسه يوم مرات نفس اليوم أكثر فترة يومين. نعم، يعني أكيد إحنا فخورين بوجودك دكتور، سعداء أيضا بكم هذه المعلومات اللي أعطيتنا إياها، ولنتمنى أكيد السلامة للجميع. كل الشكر على وجودك معنا الدكتور علاء العجل استشاري الجراحة العامة، ونتمنى السلامة لك وللجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا.